احد اكثر الاصدارات المحدوده من بي ام دبليو شيء اسمه زد 8، يمكن ما سمعنا فيه او يمكن حتى ما شفناه. انا جايب لكم الزد 8 لتشوفوها لاول مره. هاي هي بي ام دبليو زد 8، على فكره كانت موجوده بوحده من الالعاب بس مش متذكر ايش كانت قديمه كثير. فهاي هي البي ام دبليو زد 8، هاي السياره محدوده الاصدار لدرجه انه هون عم تنباع بمليون درهم، يعني السيارة تقريبا بتكلف 200,000 دينار أردني، حوالي مليون درهم، مظبوط 200,000 دينار أردني هاي السيارة. طيب هلا خليني أحكي لكم شغلة، هاي السيارة غير عن سيارات بي ام دبليو كلهم، عن جد السيارة فيها يعني خلينا نحكي تحفة، عن جد الانتيرير تبعها الشكل الخارجي تبعها متعوب عليه، مش يعني مختلفة، مستحيل تعرف إنها بي ام دبليو. خلينا أفرجيك إياها بس بالبداية من جوا، بعدين او خلينا نبدا من برا. من برا زي ما انتم شايفين سياره كوبي بابين، الكابين تبعها كثير صغيره بالنسبه لطولها ولكن شكلها كثير حلو، المقدمه تبعتها كثير طويله واشبه بالزد 3 او الزد 4، اشبه بالشيب تبع البودي تبعها. وهذا شكلها من قدام، خلينا افرجيك شكلها من ورا. هذا هو شكلها من ورا، صراحة من ورا مش كتير حلوة، من قدام شكلها لطيف. بس أنا اللي عجبني كتير فيها هاي السيارة إنه الإشي الداخلي طبعا، خلينا أفرجيكم إياها من جوا. هذا شكل السيارة من جوا، مختلف عن كل بي إم دبليو اللي ممكن تشوفوهم، عن جد يعني معروفة دائما الشيب تبع بي إم دبليو من جوا، الإنتيريور تبعه معروف، هذا غير. هذه هي من جوا، طبعا ما فيها كثير مواصفات عالية، يعني زي ما شايفين مسجل عادي، بس عاملين الانتيريور تبعها بشكل كثير كلاسيكي وبتحس قد ايه انه فخم. طبعا هون كلياته ألمنيوم، تحت هون ألمنيوم، وهذا كلياته جلد. طبعا السيارة هاي بتنكشف وزي ما انتم شايفين هاي في بصمة زد 8 ورانا هون، وفي رح افرجيكم شغلة كثير حلوة، لسه موجود التليفون الاصلي فيها، الموتورولا القديم بعرفش كيف بنفك ولكن لسه موجود. اوكي مش عارف كيف بنفك، او هي فكيتها، تليفون الموتورولا القديم تذكروه. المحرك تبع هاي السياره ما يغركوا شكلها، ما يغركوا شكل السياره انه صغير. المحرك تبعها تخيلوا على هاي السياره 5000 سي سي، 400 حصان، وبتنطلق من 0 ل 100 في 4.2، فيعني كثير رقم ممتاز بالنسبه للسياره بهذا الحجم. ف زي ما حكيت لكم سعرها هلا مليون درهم، ما فيش منها كثير، السياره كثير نادره وكثير محدوده، وانا بالنسبه لي هاي اول مره بشوفها على ارض الواقع وحكيت لازم تتصور. فاحكوا لنا شو في كمان سيارات بي ام دبليو نادره، لسه في كمان سيارات يمكن ما شفناهم قبل مره بالشارع. اللي بيعرف عن بي ام دبليو يحط لنا بالكومنتس عن اي سياره نادره بيعرف عنها.